دبلوماسيا ويحمل نبهة دبلوماسية بطبيعة الحال لهذا ولم تدير هذا التدخل الذي قام به الدول. إذا قضية الوحدة الترابية أصبحت تؤثر في الإجماع العربي الدولي وفي المواضيع السياسية للدول العربية، وهذا ما حدث المنظمين بإطلاق هذا أو بتنظيم هذا المؤتمر تحت شعار مغربية الصحراء من خلال الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية. السؤال الثاني، لماذا كان اختيار، هل كان هذا الاختيار من طرف جمهورية مصر العربية؟ طبعا هذا كان بمبادرة هذه المنظمات وهذه الهيئات التي تنشط في القاهرة في مصر ولها رأي عام وطني وتؤثر في الرأي العام المصري وأيضا في الرأي العام العربي، لأنها تقوم بتنظيم مجموعة من الندوات ومجموعة من الملتقيات العلمية سواء داخل مصر وخارج مصر. ومن بين هذه المنظمات مثلا المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية قام بتنظيم مجموعة من الملتقيات العلمية بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، آخرها المؤتمر الذي حضرناه بمدينة الدار البيضاء حول التحكيم التجاري، وحضرته مجموعة من المحامين ومجموعة من القضاة. وبالتالي هذه المنظمات تربط ما بين علاقات دبلوماسية وعلاقات علمية وأكاديمية قوية جدا، ولذلك عندما كانت أزمة الكبيرات ارتأوا أن يساندوا المغرب وأن يساندوا المغاربة بهذا النوع من الدبلوماسية الموازية من طرف هيئة المجتمع المدني المصري. سؤال حول دور الباحث لتعريف القضية الوطنية في هذا المؤتمر أو ما يطلق على تسميته في علم العلاقات الدولية أو في القانون الدبلوماسي والقنصلي في الدبلوماسية الناعمة. طبعا كما قلت الآن المعارك والصراعات أصبحت لا تحسن بالآلات الحربية ولا بالجيوش العسكرية الجرارة، ولكن أصبحت تحسن بالعلم وبالتكنولوجيا وبالإعلام. تعرفوا بأن الإعلام هو تلك السلطة الرابعة التي يمكن أن تؤثر في وأن توجه الرأي العام الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وهذا يدخل بطبيعة الحال تنظيمنا لهذا المؤتمر يدخل في هذا الإطار، يدخل في إطار الدبلوماسية العلمية، الدبلوماسية الأكاديمية وأيضا الدبلوماسية الإعلامية. لماذا؟ لأن أن يكون لديك رأي عام علمي أكاديمي يفصل ويشرح القضية الوطنية بنوع من التشريح العلمي الدقيق وبنوع من التشريح الأكاديمي الدقيق لكل الأبعاد التاريخية والقانونية والسياسية لمغربية الصحراء، وفي دولة عربية لها تأثير واسع وتعتبر لاعب دولي قوي داخل الربع الأفريقية وعضو أساسي داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، فهذا يدخل في إطار الدبلوماسية العلمية ويدخل في إطار الدبلوماسية الناعمة، لأننا بتنظيمنا لهذا المؤتمر سوف نكسب الرأي العام الجامع المصري، خاصة وأن كل هذه المنظمات لها مكاتب دراسات والأبحاث استراتيجية داخل الجامعات المصرية، خاصة جامعة القاهرة، فالمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية له مركز علمي في جامعة القاهرة، وبالتالي من خلال هذا المؤتمر سوف نكسب الرأي العام الجامعي والرأي العام المصري حول القضية الوطنية، خاصة وأن المواطن المصري لا يعرف الكثير عن قضية الصحراء وليس له إلمام بكل هذه الحقائق التاريخية والسياسية والدبلوماسية على مغربية الصحراء، وبالتالي فتنظيمنا لهذا المؤتمر سوف تكون له أهمية في المكان في الانفتاح أولا على الرأي العام المصري، الانفتاح على الرأي العام الإفريقي، والانفتاح على الرأي العام الإقليمي، خاصة وأن هذا المؤتمر منظم من طرف هيئات ومنظمات ومواقع علمية مشهود لها في المصداقية وبالمهنية ولها رأي عام داخل دولتنا. هل هناك مشاركة بعض الدول العربية خاصة في ظل جائحة كورونا؟ طبعاً كانت هناك مجموعة من الصعوبات ومجموعة من العراقيل على مستوى التنقل من
من المغرب إلى مصر، ولكن عندما تكون القضية الوطنية ويكون الهدف هو الدفاع عن القضية الوطنية بطبيعة الحال المسؤولين الحكوميين ومن هذا أشكر الوزارة الداخلية على تسهيلها لي مهمة الانتقال إلى دولة مصر والمشاركة، وأيضا وزارة الخارجية التي كان لها أيضا دور مهم في اتصال ببعض المسؤولين من أجل تيسير سفري أنا وإحدى الأساتذة الجامعيين لجامعة بوزور بأكادير للمشاركة في هذا المؤتمر العربي الدولي حول القضية الوطنية. فعندما تكون القضية الوطنية لا يتم الاعتراف بالجوائح الطبيعية وبالأمراض وبالآفات، موقفنا هو بطبيعة الحال المساندة والتضحية بكل غالي ونفيس في سبيل القضية الوطنية. بطبيعة الحال هناك مشاركة لدولتين عربيتين صديقتين، وهو سوف يشارك معنا أحد الأكاديميين وخبراء القانون الدولي من دولة الكويت الشقيقة، وأيضا سوف يشارك معنا أحد الأساتذة الجامعيين من دولة تونس، وهو بطبيعة الحال رئيس المعهد الدولي العربي لحقوق الإنسان. وبالتالي فدولة الكويت وتونس سوف يكونان ممثلين بأستاذين جامعيين بالإضافة إلى دولة مصر والمغرب. تاريخ توجه سؤال آخر على هذا الموضوع أم أن هناك محاور أخرى؟ جدول أعمال هذا المؤتمر كما قمنا بمناقشة مع اللجنة الأمنية لهذا المؤتمر سوف يكون، ونحن اخترنا له كشعار وكموضوع، فقط مغربية الصحراء من خلال هذا الموضوع، وهو مغربية الصحراء من خلال الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية والاجتماعية، ولم نقبل من اللجنة المنظمة مناقشة أي موضوع آخر خارج هذا السياق، وبالتالي كل المداخلات من طرف الخوف والأقل الدولي والعلاقات الدولية ومن طرف الأساتذة الجامعيين والأكاديميين سوف تنصب وسوف تسلط الضوء فقط حول هذا المحور، لأن نحن من طبيعة الحال كانت هذا المؤتمر سوف يناقش مسألة الصراعات العربية والوحدة العربية إلى غير ذلك، ولكن أنا شخصيا كنت أرفض هذه الفكرة لأن المؤتمر يجب أن ينظم فقط لدعم القضية الوطنية ولدعم التفكر المغربي في منطقة الكويت، وبالفعل اللجنة المنظمة لم تمانع في هذا الاقتراح، وبالتالي الموضوع الوحيد الذي سوف يناقش في هذا المؤتمر الذي سوف يدوم وسوف يكون خلال يوم الجمعة من 10 صباحا حتى 6 أو 5 مساء، وسوف يختتم بإصدار بيان ختامي عبارة عن دعم هذه المنظمات وهذه الجمعيات للقضية الوطنية وللتدخل السلمي والموقف المغربي من أزمة الكركرات. تاريخ التوجه إلى منطقة الكركرات سوف أتوجه هذا المساء مباشرة، علاش اخترت هذا الصباح؟ باش نسلط الضوء على المؤتمر، لأن عندي فول في الطيارة في المساء إن شاء الله مع الساعة 10:30 مساء بمطار محمد الخامس، والتوجه إلى مصر إلى مدينة القاهرة إن شاء الله. العودة سوف تكون يوم السبت مساء، سوف بطبيعة الحال كل المشاركين في هذا المؤتمر خاصة المتدخلين والأكاديميين سوف يعودون معي إلى المغرب إلى مطار محمد الخامس دار البيضاء، ومباشرة من مطار محمد الخامس سوف نتوجه إلى مطار الداخلة، ثم بعد ذلك سوف نتوجه على السيارات إلى منطقة الكركرات، لأنكم تعلمون أن الكركرات تبعد عن مدينة الداخلة بحوالي 350 كيلومتر. ياك سي موريتاني. دونك مباشرة سوف نتوجه إلى منطقة الكركرات.
نرتاح الإخوة أن يزوروا هذا المعبر وأن يصدروا بياناً في زيارتهم الميدانية لهذا المعبر الحديدي. وأيضاً سوف يمكنهم لأن هناك مجموعة من المراسلين الصحفيين المتواجدين هناك سوف يمكننا ندوة صحفية يبسطون فيها موقفهم من القضية الوطنية وموقفهم من التدخل السلمي المغربي في تحرير هذا المعبر من ميليشيات الكوميزار. لماذا لم نتوجه إلى دول جنوب الصحراء؟ طبعا هذا سؤال مهم. نحن الآن توجنا هذه الدبلوماسية العلمية والأكاديمية بتنظيم هذا المؤتمر في مصر. طبعا سوف يكون لدينا انفتاح على دول جنوب الصحراء وسوف ننصح مع أصدقائنا هناك ومع بعض الجمعيات هناك من أجل أيضا تنظيم بعض اللقاءات وبعض الندوات حول هذا